أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ارتفاع عدد ضحايا هجوم الثلاثاء إلى 12 قتيلا بينهم طفلان، فضلا عن إصابة قرابة 2800 شخص بينهم 300 إصابتهم خطرة. وأكد وزير الصحة اللبناني أنه تم إجراء 460 عملية جراحية حتى الآن، معظمها في العيون والوجه نتيجة انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية في أنحاء لبنان. حصيلة الشهداء حتى اليوم هي 12 شهيد، بيناتهم طفلين، فتاة عمرها 8 سنوات وشاب صغير عمره 11 سنة، بالإضافة لعدة عاملين في القطاع الصحي كذلك كانوا جزء من الشهداء اللي سقطوا. برجع بكرر، عدد الشهداء حتى الآن هو 12 شهيد. بموضوع عدد الجرحى اللي سقط، الرقم اللي اعطيناه امبارح وبعد ما رجعنا اكدنا اليوم على الارقام، طلع ارقام اعلى في الساعات الماضيه ونحن قلنا انه هذا رقم غير دقيق، والسبب انه رقم غير دقيق لانه في بعض المرضى كانوا عم ينحسبوا اكثر من مره، باول مستشفى وصلوا له وبعدين بالمستشفى اللي انتقلوا له. عدد الجرحى حتى الان هو ما بين 2750 و2800 مريض. ونحن عم نرجع نتابع لأنه عم نجيب أسامي كل المرضى وعم نتأكد من يعني هوية. من هيدول 2750 مريض، حوالي 750 منهم كانوا في منطقة الجنوب، حوالي 150 كانوا في منطقة البقاع، وحوالي 1850 كانوا في مناطق بيروت والضاحية الجنوبية.